ينضم إلينا من عمان سركيس شوبريان، المحلل الأول لأسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي. أهلا بك سركيس. دعنا نبدأ بالحديث من تحسن الأرقام الصينية ونمو الصادرات في الصين، على الرغم من أننا نتحدث مؤخرا كثيرا عن المشاكل في سلاسل التوريد. كيف نقرأ هذه الأرقام؟ بداية يجب أن أشير إلى أن البيانات الاقتصادية التي صدرت من الصين ربما تكون إيجابية بإشارتها إلى فائض قياسي بلغ 84.5 مليار دولار أمريكي كفائض تجاري، مما قد يمنح حكومة الصين المزيد من الإمكانية لتقديم التحفيز الاقتصادي للاقتصاد الصيني الذي انخفض نموه إلى 0.2% خلال الربع الثالث الماضي. لكن لو دققنا في البيانات التي صدرت حقا سوف نشهد بأن نمو الصادرات بحوالي 27%، هذا بقياس أشهر كان فيها الصادرات ضعيفة، وأيضا كذلك بالنسبة للواردات التي حققت نمو بحوالي 20%، كان هنالك منها أيضا 96% ارتفاع في الواردات من الفحم الذي ارتفعت أسعاره خلال شهر سبتمبر بمقدار كبير. فالبيانات الاقتصادية ظاهريا تبدو بأنها إيجابية، وفعلا نحن بفائض تجاري إيجابي وقياسي قد يمنح المزيد من الدخل للاقتصاد ويدعمه حتى ولو بشكل طفيف. لكن تفاصيل هذه البيانات تؤكد انخفاض الواردات من شهر سبتمبر إلى أكتوبر من 239 إلى أقل من ذلك، وأيضا الصادرات انخفضت من 305 مليار إلى 300 مليار. بالتالي شهر أكتوبر شهد تراجع في الصادرات، تراجع في الواردات قياسا بشهر سبتمبر، وبالتالي الانخفاض في الواردات كان أكبر من الصادرات، وهذا ما تسبب بارتفاع في الفائض التجاري الصيني. من هنا نلاحظ أن هنالك النقيضين تماما، ميزان تجاري إيجابي، لكن تفاصيل بيانات تؤكد لنا بأن هنالك معاناة جراء الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار الفحم، أسعار الغاز الطبيعي، إذا ارتفع أيضا الغاز الطبيعي 24% بمقارنة شهر سبتمبر أيضا، وهذا كله يدلنا بأن هنالك بعض الانخفاض بالفعل من تأثيرات مشاكل الطاقة وسلاسل التوريد، لكنها أيضا ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة. طيب، مشاكل الطاقة وسلاسل التوريد قائمة. الآن بدأنا نسمع الحديث أو يزداد الحديث حول موجة جديدة من كوفيد-19. هذه الموجة إلى أي درجة يمكن أن يكون لها تأثير أيضا في هذه المرحلة على المدى القصير على الأقل؟ بمجرد أن بدأنا نسمع بهذه الأنباء، من مجرد ما توجهت حكومة الصين للطلب من المواطنين للتزود بالغذاء والمواد الأساسية، شهدنا انخفاض بأسعار النفط، وكذلك شهدنا انخفاض حتى ولو بشكل محدود في أسعار الغاز الطبيعي، أسعار البنزين، حتى أن أسعار الفحم أيضا انخفضت. لو قمنا بقياس أسعار الفحم انخفضت بحوالي 44% من مستوياتها أو ذروتها القياسية. هذا كله يدلنا بأن هنالك مخاوف في الأسواق بالفعل من موجة جديدة للانتشار، ولو تحققت فعلا سيبدأ قياس المتداولين وسيبدأ قياس الأسواق لمدى تأثيرها على الإغلاق، وهل ستتوجه الصين إلى إغلاقات ضخمة بالفعل. لكن حتى هذه اللحظة يبدو بأن الإغلاقات نوعا ما محدودة، ذات تأثير أيضا محدود، مما يجعلني أعتقد بأن التأثيرات السلبية لهذه التوقعات قد تبقى محدودة على المدى القصير. لكن إذا ثبت بأن هنالك إغلاقات واسعة، إذا ثبت بأن هنالك انتشار خطير أيضا برأي الحكومات أيضا، قد يكون ذلك السبب لتراجع أكبر بأسعار الطاقة. شكرا لك سركيس شوبريان، محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي، كنت معنا.